إذا ابتلى الله الإنسان بأفكار خبيثة تدور في قلبه، علما بأنه يقرأ القرآن والأحاديث النبوية لمرافعة هذا الداء، لكنها كما يقول مصممة وفي زيادة، فماذا يفعل هذا الإنسان وهل يأتم؟ جزاكم الله خيرا. لا يهتم بهذه الوساوس، هذه وساوس من الشيطان فلا تضره ما دام أنه لم يتكلم ولم ينطق بشيء، مجرد الوساوس التي والخواطر التي في النفس لا تضره والحمد الحمد لله. قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لأمة الخطأ والنسيان وما حدثت به أنفسها أو أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. هذا وسواس من الشيطان لا تلتفت إليه ولا يضرك إن شاء الله.